السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي أضبط إعدادات القلم واستخدم القلم للكتابة على شرايح الباوربوينت؟ أول حاجة هختار طريقة العرض، عرض الشرايح بالشكل ده من البداية أو من الشريحة الحالية، أو أختارها من هنا أو من F5. بعد كده هاجي تحت هنا هلاقي الشريط اللي عندي ده، الشريط اللي موجود تحت أسفل الشاشة، علشان أقلب بالشرايح يمين وشمال ده سهل. وفي القلم بتاعي سواء هستخدمه كليزر مش هيكتب، بس هيعمل لي بوينت بس كده يقشر لي على الحاجة اللي أنا بقرا فيها عشان تبقى واضحة للطالب، أو أستخدم القلم. أنا عندي القلم أهو، أستخدمه عادي براحتي بألوانه الكتيرة. في ألوان عندي متعددة تحت، دي ألوان القلم موجودة. عندي كمان قلم تمييز، بعمل هايلايت على العناوين الرئيسية أو على النقاط المهمة أو أخطط بيه، وممكن برضو تستخدمي له ألوان متعددة، بس أنا بستخدمه كقلم لأن خطه أوضح. يعني أدي الفرق ما بين الهايلايت، أو اخترت اللون الأسود في قلم الهايلايت، وده القلم العادي بنفس اللون الأسود. فانت اللي يريحك بقى، في ناس بتفضل القلم التخين وفي ناس بتفضل القلم الرفيع، وتختاري برضو الالوان سواء للقلم التخين او الرفيع. ودي المساحة عشان امسح بيها، او اني انا اختار محو كل الحبر اللي على الشريحة علشان امسح كل اللي انا كتبته. طيب الخيارات دي موجودة تحت. طيب انا علشان استبدل البديل للخيارات اللي موجودة تحت دي، عندي زرار الكنترول اللي في الكيبورد مع بعض الزراير بيديني الأوامر دي. يعني أنا دلوقتي الماوس أهو سهم عادي، طيب عايزاه ليزر، ليزر بتبدأ بحرف ال L، هعمل كنترول مع L، يبقى كنترول L بقى الماوس عندي ليزر. أنا ما روحتش تحت، لو تلاحظوا أنا ما روحتش خالص تحت، انا مجرد اني انا بدوس من الكيبورد كنترول ال بقى ليزر. طيب عايزاه بين، بين كنترول بي بقى بين، بقى يكتب بالقلم الرفيع. طيب عايزاه هايلايت كنترول اي، كنترول اي بقى خطه تخين. طيب عايزه امسح كنترول اي ريز اهو. طب عايزه امسح كل اللي على الشاشه، انا مثلا ادي القلم وشخبطت كتير جدا وكتبت كتير جدا، وهو يمسح لي واحده واحده وانا عايزه اخلص من غير كنترول، اعمل بس حرف الاي اتمسحت الشاشه كلها. مهما شخبط بحرف الاي بمسح كل اللي على الشاشه، لكن كنترول اي بيديني المساحه وانا احدد الاجزاء اللي انا عايزه امسحها. طيب في عندي اختصارات مع الكنترول برضو مهمه، يبقى كنترول بي للقلم، كنترول ال ليزر، كنترول اي اريزر او مفتاحه، كنترول اي القلم الكبير. في عندي كمان كنترول جي، كنترول جي او عشان ارجع للسهم تاني كنترول اي. يعني ادي القلم اهو بتاع الكتابه، كنترول اي ارجع للتاني للسهم مره تانيه ان هو يبقى سهم عادي. طيب في عندي كنترول، لو انا عايزه انا مثلا بعرض دلوقتي وجات لي صفحه الكتاب لقيتها صغيره جدا، الكلام صغير وعايزه اعمل زوم، نفس الكنترول لو عملت معاه علامه زائد بيكبر لي او بيعمل لي زوم ان على الكلام اللي موجود على الشريحه وانا ابدا امشي معاه. اعمل كنترول زائد مره تانيه اللي هي علامه الزائد او البلس، بيكبر مرة تانية، كنترول زائد مرة تانية، كنترول زائد، لا ده آخر حاجة خلاص. يبقى أنا عندي دلوقتي الإعدادات، بس على فكرة القلم والليزر والكلام ده متعطل دلوقتي، لو عملت كنترول بي أو كده حتى مش هتلاقي الخيارات دي تحت. فأنا عملت زوم يبقى مش هستخدم لا ليزر ولا قلم ولا أي حاجة. طيب دلوقتي أنا خلصت الزوم ان وعايزه القلم، اطلع من الزوم ان ده يا اما سكيب عادي، يا اما من زوم ان اهي
طبعا بسحب الشاشة عشان اجيب الجزء من الصفحة اللي انا عايز اشرح عليه، يا اما اعمل زوم ماينس. زوم ماينس هيرجع لي خطوة خطوة. اوكي، ده عشان اصغر واكبر. طيب اوكي، في عندي كمان هنا خيار تحت موجود وهقولك البديل عليه. الخيار اللي تحت ده اللي هو كده، شايفة كده؟ انا عرضت كل الشرايح بتاعتي، بدل ما انا اقعد تايهة بين الشرايح، لا، بضغطة واحدة مرة تانية انا ضغطت اهي اللي موجودة دي هنا، وهقول البديل عنها دلوقتي. دي بتديني عرض الشرايح بالطريقة دي. من الطريقة دي اقدر انزل لاخر شريحة، حتى لو انا في اول العرض، واجيب اخر شريحة عايزة مثلا فيها صورة مهمة ومش عايزة استنى علشان اجيبها في النهاية ومش عايزة اطلع من العرض. يبقى تاني العلامة اللي تحت دي. طيب ايه البديل بتاعها؟ البديل بتاعها خطوتين او خيارين، كنترول اس، كنترول جاب لي القايمة دي وانا اختار رقم الشريحة. رقم الشريحة ظاهر عندي هنا، ولو انا حط عنوان للشريحة كمان اهو، تمرين رقم 2، بجيبه واقول الانتقال للشريحة. العنوان عندي هنا فوق، خلاص انا كده عرفت. طيب الطريقه بتاعت الشاشات دي اوضح، انا عايزاها، اعمل ايه؟ هعمل كنترول، لا، شيفت والجي. يبقى تاني، ان المره دي مش هستخدم كنترول، هستخدم شيفت مع حرف الجي علشان يعرض لي الشرايح كلها بالمنظر ده، وانا اختار بقى ايه الشريحه اللي انا عايزاها واعرضها. تمام كده، ايه ده؟ إيه اختصارات مع الكنترول بس، معايا ده الشيفت مع الجي هو اللي بيعمل لي الحركة دي، الباقي كله كنترول. وهنحفظ الكنترولات دي كلها او الاختصارات دي كلها، هعرف انا البديل. طيب في عندي كمان اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، في عندي كنترول وام، كنترول وام. طيب خلينا بقى نشوف طريقة ثالثة. يبقى أنا عندي كنترول، كنترول مع الحروف بتديني اختصارات اللي هي موجودة تحت دي. طيب الطريقة الثالثة، يبقى أنا عندي الطريقة الأولى إن أجيب الشريط اللي تحت. في عندي كمان حاجة، أنا لو عندي أغنية عايزة أو فيديو أو حاجة ومش عايزة أطلع من العرض الشاشة، عايزة الولد يبقى مركز وأدخل على طول على الأغنية، مهمة جدا الخطوة دي خصوصا للتسجيل. بدل ما أعمل كده، تجاهل ابقاء دي يعني اخلي كل الكتاب اللي انا عملتها، تجاهل دي يعني اني انا مش عايزه الكتاب. بدل ما اعمل كده واروح للملف اللي انا عايزاه، لا، اكون مجهزه الملف او اكون مجهزه صفحه النت اللي انا عايزاها من قبل العرض. مثلا انا عايزه اشغل فيديو للاولاد، اكون مجهزاه طبعا، مش هطلعنا من العرض، بس انا اثناء الشرح مش عايزه اطلع. ادي الشرح شغال اهو، اقول لهم يلا نشوف الفيديو ده. هروح مجرد ما اعمل كنترول وتي، كنترول وتي ظهرت لي اللي تحت، هروح داخله على طول على الفيديو، او داخله على طول على ملف الوورد، او داخله على طول على اي حاجه، وارجع تاني. لا مش هو ده، ارجع تاني فول سكرين اهو مره تانيه، كنترول تي هظهر اللي تحت واطلع لصفحة النت وارجع لي تاني للفول سكرين عادي، بدل ما اطلع يعني. طيب يبقى دي طريقتين، طريقة الكنترول وطريقة الزرار اللي تحت. الطريقة الثالثة، كليك يمين على الشريحة وانا شغالة، كليك يمين، بجيب الشريحة اللي بعد كده، كليك يمين الشريحة اللي قبل كده، او انقص حركة يعني. طيب في عندي رؤية كافة الشرايح بالشكل ده برضو من كليك يمين، كليك يمين، عايزة أكبر أهو، عملت زوم. طيب خلينا نحط كتاب علشان يبقى واضح أهو، كليك يمين، تكبير أهو، واختار الجزء اللي أنا عاملاه بإني أسحب أهو، أكني ماسكة بإيدي وبسحب، أكني التاتش بتاع التليفون وبسحبه. طيب
كليك يمين، خيارات القلم، خيارات المؤشر عشان اجيبه ليزر. خيارات المؤشر هنا، يا اما اجيبه ليزر، يا اما اجيبه قلم، يا اما اجيبه هايلايت. وكمان ممكن اتحكم في اللون. يبقى الطريقه الثالثه كليك يمين من عند خيارات المؤشر، واختار نفس الخيارات اهي موجوده هنا، قلم اهو او ليزر. خيارات المؤشر، عايزه ليزر او عايزه خيارات فين، خيارات لون الحبر. كمان اختار القلم ده او اختار كمان الهايلايت، واتحكم في الالوان كلها اهي. ادي خيارات المؤشر، محو كل الشاشه. خيارات السهم هنا، لان السهم ساعات بيختفي عندي، فانا عايزاه مرئي طول الوقت، مرئي او مخفي، مش عايزاه يبقى موجود. اهو السهم كده مش موجود، مهما عملت كده بدور عليه مش موجود. لو عايزه ارجعه تاني اجيب كليك يمين من خيارات السهم، اخليه مرئي، يبقى مرئي ومخفي. طيب في اختصار تاني حلو، انا عندي الشريحه دي علشان اشخبط عليها او اني انا استخدم القلم مش هيبان حاجه، فانا عايزه اشرح لهم على الشريحه دي وهي كده نظيفه، وبعد كده اطلع لشريحه فاضيه. عايزه شريحه فاضيه علشان اشرح لهم، فانا بعمل كليك كنترول مع ال W بيديني، لا سوري مش كنترول، W من غير كنترول، W بيديني وايت بورد. دي شريحة ما كانش موجودة في العرض أصلا، اتفتحت لي علشان أكتب عليها. W اهي شريحة بيضة، أشرح لهم بقى النظام ده ايه، والزاوية دي ايه، والكلام ده كله ايه، وأكتب فيها براحتي، وأعمل W تاني هترجع للشريحة. أو ممكن أختار الشريحة دي كمان لونها أسود بلاك، وأدي اخترت الشريحة زي البلاك بورد يعني. يبقى W عشان الوايت، وبي بي علشان البلاك. دي حاجة برضو حلوة، بدل السبورة اللي في التيمز. يبقى خيار ال W وال B بيديني سبورة فاضية في نفس الباوربوينت، بدل ما انا اطلع وبدل ما الاولاد هم اللي يكونوا متحكمين في الشاشه بتاعتي، وبدل ما اطلع واعمل كذا خيار واشير الشاشه، لا اشير الوايت بورد، لا انا عندي دلوقتي عندي وايت بورد هنا، وعندي كمان بلاك بورد بالاقلام بتاعتها وكل حاجه. خلاص طيب، برضو الوايت بورد والبلاك بورد يا اما W يا اما B، وليها خيار تاني ان انا اعمل كليك يمين، وادي هنا كليك يمين، وهنا الشاشة، عايزه شاشه سودا ولا شاشه بيضه، مع كمان الحبر اللي انا عايزه استخدمه. يعني كليك يمين دي فيها كل الحاجات. طيب انا احفظ منين ده كله، الدش ده كله انا احفظه منين؟ هعمل كليك يمين واجيب كلمه تعليمات، من كلمه تعليمات هنا على العام في كل الاختصارات، كنترول واس، كنترول الدبليو، الاس لوحديها ايه، الكنترول والتي، يعني كل التعليمات. حتى هنا في كمان لو انا عندي فيديو وعايز اشغله اوقفه، عايز اكتم الصوت كمان اعمل ايه، يعني التعليمات دي، عايز نوع الحبر، لون الحبر، نوع القلم، يعني في التعليمات في كل الخيارات دي، بدل ما انا احفظها. انا مش حافظه حاجه، انا عمال بتنقل دلوقتي وبجرب، لقيت التعليمات دي اكني ملف انا فتحته وسجلت فيه كل الاختصارات. فالتعليمات دي مهمه جدا، من كليك يمين تعليمات، كليك يمين تعليمات. خلاص دي الثلاث طرق. الطريقه الاولى للقلم اني اجيبه من تحت، ما ظهرش عندي من الكنترول بي علشان اختار القلم، وكنترول اي علشان اختار الهايلايت، وكنترول اي وكنترول اس علشان اتنقل بين الشرايح. يبقى الكنترول ده مكمل معايا في الاوامر، سواء انا جبت القلم او عايزه امسح. وعندي الطريقه الثالثه كليك يمين واختار
خيارات المؤشر او الشاشة البيضة والشاشة السوداء علشان اعمل، او التكبير اني اكبر الجزء اللي انا عايز. اتمنى ان تكون الطريقة سهلة ومفيدة وما اكونش عقدت الامور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انهاء العرض. ابقاء دي معناها انا الشرح اللي انا كتبته ده مهم ومفيد وهخليه وهحفظ الباوربوينت كده. تجاهل يعني انا عايز الباوربوينت من غير اي حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.